نروح لكنيسة قصرية الريحان. اطلع السلم عشان ابدا اخرج محطة مركب. الان في الطريق لزيارة معالم المنطقة، ابدا النزول بصورة. هذا الممر وهنبدا نعدي من تحت الكنيسة. وده الباب قافل ومش لسه سيوخ حديد. دي النضارة اللي فوق اهي. وده الممر، المعبر اللي احنا عدينا من فوق. نبدا ندخل يسار، اتجهنا يسارا نروح لكنيسة قصرية الريحان. طبعا في الممر ده وعلى ايدنا اليمين هنلاقي قبر المعلمين ابراهيم وجرجس الجوهري، ولكن دي كنيسة قصرية الريحان في الوش على طول، واحنا متجهين ليها. قصرية الريحان هنا مشربيات من الطراز القبطي، شغلات خشبية شايفين عليها كلها صبان. صباح الخير. المكان الأثري جوه مش كده؟ متاح؟ متاح الدخول؟ مش عارف بس أكيد. طيب ولا في صلوات دلوقتي؟ الحقيقة أنا قابلت الأب المولود وسألته عن دخول الكنيسة وقال لي إن هي متاحة. نبدأ الدخول. هنا كنيسة العذراء قصرية الريحان. يبدو ان الكنيسة تعرضت لحريق سنة 79، وده جزء من ستر الهيكل المتبقي. هنا المبنى اثري اهو، مقاعد تضاء الشموع للأيقونات. ستر الهيكل. هنا قبة، اتنين، تلاتة، يبدو ان هما قبتين ونص. نظام تلات بوائق والكنيسة حجمها صغير للأيقونات الموجودة. زيارتنا في يوم الأحد بعد ما انتهى الصلاة. يبدو ان هي بقايا قديس مقرب.
يوحنا الجندي الأشروبي. ستر الهيكل الخشبي وقاعد حبتين كبار بتتوسطان الكنيسة، هدا واحدة وهدا التانية. هنا تلتين قبة، وهنا تقريبا أكتر من نص قبة. في المقدمة تقريبا أنصاف قباب. هنا الهيكل، وده الستر الخشبي. صور والقديسين موجودة. طبعا صورة، ولكن السيمترية هنا مختلفة. اللمبة بداخلها صليب، واضح ان هي مخصصة للكنيسة. الأول إذا الكنيسة. الآن في طريق خروجي. في شبابيك شباكين. هنا صندرة خشبية. كده أخرج للبوابة المشربية. نخرج متجهين لمحطة القطار مترو. سيارة واقفة فوق، طبعا ممر حجري. أنا واقف سياحي.